بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. المراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، والمراد بالقلم القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ ما أمره الله به. في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن في هذه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة، فما من شيء يحدث أو يجري إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى، واختلف العلماء أيهما أول، القلم أول القلم أو العرش، على قولين سيذكرهما المؤلف والشارح. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو، أي هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم كتاب أنزل على خير رسول، هذا القرآن العظيم، وهو كلام الله جل وعلا، تلقاه جبريل عليه السلام عن الله، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا القرآن العظيم الذي هو خير الكتب الإلهية وأفضلها. هذا القرآن كلام الله عز وجل منزل من عند الله. نعم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو، أي هذا القرآن، قرآن مجيد ممجد معظم في لوح محفوظ. هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، محفوظ في اللوح المحفوظ، ومنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته وعلمها إياه كاملا، لم ينقص منه شيء، والحمد لله رب العالمين. نعم. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاءه. فكل ما يجري مكتوب في هذا اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير. نعم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب. أول يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، يعني أن الكتابة بدأت يوم خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم قال له، ما يصلح تقف على أول ما خلق الله القلم، لا، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد اختلف العلماء أيهما أول، القلم أو العرش، أو العرش، والراجح أن العرش هو الأول، وأما القلم فإن الله خلقه وأمره بالكتابة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ما هو بأول ما خلق الله القلم، بل أن الكتابة مقارنة لخلق القلم، مقارنة لخلق القلم، وخلق القلم متأخر عن خلق العرش. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأبي العلا الهمذان، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم. نعم. لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. نعم. فالكتابة مقارنة لخلق القلم، وليس المراد أن القلم هو أول المخلوقات. نعم. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب. نعم. كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم. إيه. نعم. أول ما خلق الله القلم. نعم.
وإن كان على رواية أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، فهذا يعطي أن القلم هو أول المخلوقات، ولكن الصحيح الأول. نعم، أن العرش قبل القلم، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. نعم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق من هذا العالم المشاهد. نعم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله ابن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. الصحيح أن المراد القلم الذي يكتب به الناس، والقلم وما يسطرون أي الناس، هذا يدل على أن المراد القلم الذي يكتب به الناس، وهذا من آيات الله، علمهم هذه الكتابة، علمهم الله هذه الكتابة. نعم، والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وهو والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. نعم، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. نعم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. لما أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، وهناك سمع صريف الأقلام التي تكتب المقادير. نعم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ لم يستطيعوا ذلك. نعم، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، في الحديث جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم، قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. نعم، وكل ميسر لما خلق له،
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان طفلا صغيرا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك. هذا يدل على أنه كان ذاك الوقت صغيرا رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ أوامره ونواهيه، احفظ أوامره فافعلها واحفظ نواهيه فاجتنبها. يحفظك الله سبحانه وتعالى لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، تجد الله تجاهك في كل أمر تريده، ييسره لك ويعينك عليه. إذا حفظت أوامر الله ففعلتها ونواهيه فاجتنبتها فإن الله يكون أمامك ييسر لك أمورك ويدفع عنك المحاذير. نعم. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، اسأل الله جل وعلا. وأما سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله لأنه سبحانه هو المعين، ولا يمنع ذلك أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه في الأمور العادية. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. فاعتمد على الله وتوكل على الله، والله جل وعلا يحميك ويحفظك إذا حفظت أوامره ونواهيه وأطعته سبحانه وتعالى، إن الله يحفظك. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقلام المقادير وجفت الصحف التي كتبت بها مقادير الأشياء. نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حسن صحيح، إذا قال الترمذي حسن صحيح فمعناه أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. نعم. وهذا اصطلاح للترمذي خاصة رحمه الله. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الحديث مذكور في الأربعين، الأربعين النووية. نعم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعرف على الله في الرخاء هو المطلوب، أما في الشدة كل الناس يتعرفون إلى الله، لكن من لم يتعرف إليه في الرخاء لا ينفعه تعرفه إلى الله في الشدة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
وما أصابك لم يكن ليخطئك. فلا تجزع إذا فاتك شيء، لا تجزع لأنه لم يكتب لك. نعم. واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، الذي لا يصبر ما يحصل على النصر من الله سبحانه وتعالى، إنما يحصل النصر للصابر الذي لا يمل ولا ييأس. نعم. وأن الفرج مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، يعني إذا ضاقت الأمور اتسعت ولله الحمد بالفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن الفرج مع الكرب، مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. نعم. والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. نعم. القلم الثالث عقيب خلق أبيهم آدم عليه السلام. نعم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا مأخوذ من اللوح المحفوظ، لكن تتجدد كتابته في حينه، وإلا فهو في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. نعم. ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا من الملائكة الذين مع الإنسان يكتبون ما يصدر عنه. نعم. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى والعبادة. نعم. إذا علم العبد ذلك وأن كل هذا من عند الله، فإنه يخشى ربه ويطيعه ويخافه. نعم. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال سبحانه. نعم. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشوني، اخشوا الله عز وجل يحميكم ويحفظكم من هذا الخلق. نعم. وقال تعالى وإياي فارهبون. وإياي فارهبون أي خافوني، خافوا مني واخشوني. نعم. وقال تعالى كما ترغب إلى الله فإنك ترهب منه أيضا، تجمع بين الخوف والرجاء. نعم. وقال تعالى وإياي فاتقون، يعني لا غيري، فاتقوني لا غيري. نعم. وقال تعالى
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اي نعم. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أي الله جل وعلا، أهل التقوى أي المستحق لأن يتقى، وأهل المغفرة هو الذي تطلب منه المغفرة. نعم. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا. لا بد، والعبد يخشى أشياء من المخلوقات، يخشى الثعبان، يخشى الأمور الخطرة، ولا لوم عليه في ذلك، ويتخذ الوقاية دونها، يتحفظ دونها، هو مأمور بذلك. نعم. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا. فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. نعم. كما قال الشافعي رحمه الله، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك. فعليك يعني من أنت مرضين الناس كلهم، هذه غاية لا تدركها أبدا، من أنت مرضين الناس كلهم، ولكن عليك بإرضاء الله سبحانه وتعالى، فإذا أرضيت الله أرضى عنك الناس. نعم. كما قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. نعم. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس. نعم. كما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه لما تولى الملك، تولى الخلافة، كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها النصيحة، فكتبت له الحديث: من التمس رضا الله بسخط الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا ما كتبته عائشة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. نعم. وهو منهج يسير عليه. نعم. كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما. نعم. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم. إذا أحب في السماء أحبه الله وأحبته الملائكة،
فإنه يوضع له القبول في الأرض. نعم. ومن أبغضه الله وأبغضته الملائكة فإنه يوضع بغض أهل الأرض له. نعم. وقال في البغض مثل ذلك. نعم. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. نعم. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. نعم. فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هذا في القرآن، الله جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. فإنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. نعم. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. يجير يعني يحمي، يجير يعني يحمي العبد، وإذا حماه الله لم يضره شيء، لم يضره شيء. نعم. وهو الذي يجير ولا يجار عليه، قال بعض السلف ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ومن يتوكل على الله يعني يفوض أموره إلى الله فإن الله يكفيه. نعم. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، تقوى الله وفعل الأسباب. فلا يعتمد على تقوى الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك تقوى الله، بل يجمع بينهما. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب. طيب. الطيور ما عندها شيء ولا تحمل شيء، كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. فالدواب والطيور تبيت ما عندها شيء في مبيتها، لكنها إذا أصبحت طلبت الرزق، ما تجلس في بيوتها، تطلب الرزق، وهي طيور ألهمها الله ذلك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة الصباح، وتروح يعني في آخر النهار بطانا، يعني شبعا، ترجع إلى بيوتها شبعا. نعم. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع هذا يفعل الأسباب، يلبس لامة الحرب، هذه سبب للوقاية. يلبس عليه الصلاة والسلام
لامت الحرب عند لقاء العدو، وما يقول أنا متوكل على الله، توكل على الله، لكن مع هذا يتخذ الأسباب النافعة. نعم، فليس معنى التوكل على الله أنك تترك الأسباب، وليس معنى فعل الأسباب أنك تترك التوكل على الله، بل لا بد لك أن تجمع بينهما، تتخذ الأسباب وتوكل على الله. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. نعم، يطلب الرزق عليه الصلاة والسلام. نعم. ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. حتى قال الكافرون الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يريدون أنه ما يأكل الطعام، يتوكل على الله ولا يأكل طعام، يلغي الأسباب ولا يمشي في الأسواق لطلب الرزق، هكذا يقولون. نعم. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. من ألغى الأسباب وقال أنه متوكل على الله، هذا يصبح عالة على الناس، ويعطونه، قد يعطونه من مال حرام ويقبله لأنه محتاج. فلو أنه جمع بين الأمرين، توكل على الله وفعل الأسباب، لكان في ذلك الخير الكثير له. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، ترفع إليه سبحانه وتعالى صحائف الأعمال، أعمال بني آدم، سيئها وحسنها وطاعتها ومعصيتها، ترفع، فيمحو الله جل وعلا من هذه الصحائف ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء سبحانه وتعالى، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. نعم. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، هذا تفصيل للأقدار السابقة، وهذا الشأن هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ. نعم. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال يسأله من في السماوات والأرض. نعم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو سبحانه في شأن. نعم. قال البغوي، قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت، ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مقدر عليك ولا بد أن يقع، قضاه الله سبحانه وتعالى، فتعلم أنه من الله، تعلم أن ما أصابك هو من الله جل وعلا، وأن الله قدره عليك
فتسعى في طاعة الله وتقوى الله ويرفع عنك ما أصابك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. نعم. وقال آخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. النملة يعني من النوم يعني. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه هذا الله: هذا ما يسمونه بالجناس، يسمونه بالجناس. النملة الأولى هي النملة المعروفة، وأما النملة الثانية فما هي من النوم يعني. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. نقف عند هذا. نعم. نعم. شو الجملة؟ سم الجملة معي. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. أي هذا نقف عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الدعاء يغير ما في اللوح المحفوظ؟ الله قدر أنك إذا فعلت شيئا فإن الله يمحو عنك ما قدر في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا يفعل ما يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول لا قدر الله، أو نقول لا يقدره الله عند تمني عدم حدوث سوء لشخص؟ هذا دعاء. لا قدر الله هذا دعاء، تسأل الله لا يقدر عليك مكروها، دعاء ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في القلم: فقال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، يقول: هل معنى ذلك أن ما بعد القيام، قيام الساعة، ليس مكتوبا في اللوح؟ مكتوب في اللوح، ولكن هذا شأن الدنيا، وأما الآخرة فلها شأن آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الجمع بين هذين الحديثين، جفت الأقلام وطويت الصحف، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء سمع صرير الأقلام وأنها ما زالت تكتب؟ لا تعارض بين ذلك، هي الأقلام تنقل من اللوح المحفوظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخوف من المدير في العمل أن يقوم بطردي، هل هو خوف من العباد أو هو خوف طبيعي؟ لا، هذا خوف من التقصير، خوف من التقصير والإهمال، فأنت تتجنب التقصير والإهمال في الوظيفة من أجل أن لا تطرد من العمل أو يحسم عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الاستغفار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا من قوله سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية، يقول: هل هذا استدلال صحيح وأنه يشرع هذا؟ هذا استدلال باطل. جاءوك يعني في حال حياتك، في حال حياتك، ومن جاء إلى قبر الرسول لم يكن آتيا إلى الرسول، وإنما أتى إلى قبره، فرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة،
من يخاف الله أخاف الله منه كل شيء. أي نعم، العبارة صحيحة، إذا خاف الله جل وعلا أخاف له كل شيء، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فتخافك الهوام والسباع والمحذورات تخافك، نعم، وإذا لم تخف من الله سلطها عليك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشار علي الطبيب بوجوب القيام بحركات الرياضية والاشتراك في نادي الرياضي لحاجتي الصحية، سؤاله: هل يجوز لي أن أشترك في ناد تحصل فيه بعض المنكرات كإخراج ما فوق الركبة مثلا؟ لا تذهب إلى النادي الذي فيه منكرات، اذهب إلى نادي ليس فيه منكرات، وإذا لم تجد ناديا مناسبا فاقتصر في مكانك وفي بيتك، مع الاعتماد على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ يعني معناه ليس في الدين شيء مكروه، بل الدين كله طيب وكله خير، ليس فيه شيء مكروه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي ولد يبلغ من العمر 7 سنوات، وغالبا ما يصلي معي في المسجد، إذا حضرت إلى هذا الدرس فإن أمه تأمره أن يصلي المغرب والعشاء في البيت خوفا عليه، فهل هذا أمر مشروع؟ نعم، إذا كان عليه خوف فإنه يحتفظ به ويصلي في البيت إذا كان عليه خوف، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس في التحيات للتحيات وقام، هل يشرع إذا نبه أن يرجع؟ إذا لم يعتمد قائما فإنه يجب عليه الرجوع، أما إذا اعتمد قائما وشرع في الركعة التي قام إليها فلا يرجع ويسجد للسهو، السهو يجبر، سجود السهو يجبر هذا النقص، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ ما معنى مغبون فيهما؟ مغبوط، مغبون يعني مغبوط، يغبطه الناس على صحته وعلى فراغه من الهموم والأشغال التي تكدر عليه حياته، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجعل لك من صلاتي؟ ثم في الأخير قال: اجعل لي صلاتك كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد هنا الدعاء، فإذا اقتصرت على الصلاة والسلام على الرسول هذا دعاء يكفيك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع النظر عند انقضاض الكوكب وعند نزوله؟ لا، هذا يحذر منه من ناحية الطبية، لأنه يؤثر على البصر من الناحية الطبية، لأنه يؤثر على البصر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة عند كل ذكر له؟ أي نعم، تجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الراسخون في العلم، ما المراد بهم وكيف يعرفهم الإنسان؟ الراسخون في العلم هم المتبحرون في العلم، متبحرون في العلم، ورسخوا فيه يعني ثبتوا. نعم، لأن كل ما زاد العلم النافع يزيد الثبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به، طباعة الكتب الشرعية، هل هي داخلة في هذا المجال؟ نعم، داخلة في هذا المجال. إذا طبعت الكتب الشرعية ووزعتها على طلبة العلم، ولا سيما البلاد التي ليس فيها كتب ولا يصل إليها كتب، فبعثت إليها، فهذا من نشر العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قام داعية بعد الصلاة وقال: إن الذي لا يحرك شفتيه في القراءة أثناء الصلاة فصلاته باطلة، ونقل أن هذه الفتوى من فضيلتكم وأنه لا بد من تحريك الشفتين بالفاتحة، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح. الذي لا يحرك شفتيه لا يقرأ، ما تكفي القراءة في القلب، لا بد من تحريك الشفتين بالحروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة القرآن هل لا بد فيها من الترتيل وتحسين الصوت؟ هذا مستحب، هذا مستحب، ترتيل وتحسين الصوت هذا مستحب للقارئ، وفي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أختم القرآن كل شهر، فهل يشرع لي أن أدعو بدعاء بعد الانتهاء من القرآن؟ إيه نعم، هذا من مواطن الإجابة، الدعاء عند ختم القرآن من مواطن الإجابة، وكان الصحابة يجتمعون عند من يريد ختم القرآن ليؤمنوا على دعائه وينالوا من الأجر والثواب عند ختم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت من فضيلتكم أن المال الحرام يجب التخلص منه إذا تاب صاحبه، إذا تاب صاحبه، وسمعت بأن التخلص إنما يكون فقط في وضعه في دورات المياه وعمارة الطرق خاصة، فهل هذا صحيح؟ ما هو بلازم تضعه يعني تصلح دورات المياه، وضعه يعني تصلح دورات المياه، ما هو بلازم، هذا تخلص منه في عمل نافع، في عمل نافع، سواء يعني صلحت دورات المياه أو في مشروع آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السجدة التي في سورة صاد: خر راكعا وأنام، هل يشرع للإمام أن يسجد سجود التلاوة فيها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، خر راكعا وأناب يعني داود عليه السلام، هل هي من عزائم السجود أو ليست؟ الراجح أنها ليست من عزائم السجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظن داود أنما فتناه، نعم، خر راكعا وأناب عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي في البيت مصحف قد تمزقت أوراقه، فهل يجوز لي أن أحرق هذه الأوراق من باب التعظيم لها؟ إما أن تحرقها وإما أن تدفنها في مكان طاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى تكون النصيحة للعاصي سرا
ومتى تكون جهرا؟ هو النصيحة سرا هذا أحسن دائما، أن النصيحة سرا وهي أدعى للقبول إذا كانت سرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض الناس إذا سقط منه المصحف فإنه يقوم برفعه ثم وضعه على رأسه ثم يضعه في الدولاب، فهل هذا أمر مشروع؟ هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، يكفي أنه يأخذه بيمينه ويضعه في الدولاب، يكفي هذا، وسقوطه ليس باختياره، سقط بغير اختياره فلا يؤاخذ عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إسبال الثياب لكن بدون خيلاء ولا كبر، ما حكمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فهو في النار. فلا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه عن كعبيه، هذا هو الحد الفاصل للإسبال، ما كان من الكعبين وفوق هذا ليس بإسبال، وما كان تحت الكعبين فهو إسبال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج لكنه يتعارض مع طلبه للعلم، فأيهما يقدم؟ لا، ما يتعارض مع طلبه للعلم، يتزوج ويطلب العلم والحمد لله، ويعينه الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخلاف بين العلماء في مسائل الفروع هل يعد من الرحمة والسعة؟ لا، ما هو من الرحمة والسعة، الخلاف ما هو طيب، ولكن خلاف المجتهدين كل يذهب احتمال، يعني تكون الآية والحديث محتملا، كل واحد يأخذ باحتمال من احتمالاتها، هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورد من صفاتهم أنهم لا يسترقون، يقول: هل ورد أنهم لا يرقون أيضا؟ لا، ورد أنه لا يرقون، لكن هذه غير ثابت وغير صحيح، بل يرقون لأن هذا من الإحسان إلى الناس، لكن لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية احتسابا للأجر والثواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا استغنى عن الناس يسترقون، تطلب من غيرك الرقية، الأحسن تستغني عنه ولا تطلب منه شيئا، تدعو الله سبحانه وتعالى، ترقي نفسك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كيف يجمع بين الرفق بالناس في الدعوة إذا كانوا كفارا، وبين ما ورد من الآيات كقول إبراهيم عليه السلام: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، وقوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، والتصريح بذلك، كيف يجمع بينهما؟ أما تقرأ الآية الأخرى قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فهذا من اختلاف المواقف للداعية، يعني يرى ناس يسجدون للصنم ويرفق بهم، لا، يجب أنه ينكر عليهم، ويسجدوا للخالق ولا تسجدوا لصنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهداني شخص هدية وأنا أشك أن فلوسه أو أن ماله حرام، هل يجوز لي قبول هذه الهدية؟ لا
إذا كنت تشك فيها وتكرهها فلا تقبلها، ينهيك الله عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التشاؤم هل هو منهي عنه كله؟ إيه نعم، التشاؤم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تأميل الشر، تشاؤم تأميل الشر، وإنما التفاؤل هو الذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تأميل للخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من كمال التوكل على الله عز وجل، هل من كمال التوكل على الله عز وجل أن يكتفي المريض بالرقية ولا يذهب إلى الأطباء؟ لا، ما يذهب إلى الأطباء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم، هذا من فعل الأسباب المباحة طيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بعض الأماكن يوجد هناك آثار يدعى أنها للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو عصا أو غير ذلك، فهل هذا صحيح؟ وإذا صحت هل يصح التبرك بها؟ هذا كذب، هذا كذب وتدجيل من يريدون أن ينشروا الشرك بين الناس أو يأكلون أموالهم بهذه الخرافات. ما بقي من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لا من شعره ولا من جسده ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي تعود لسانه على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالأمانة وأنكر عليه مرارا لكنه لم يرتدع لعادته، هل يستمر في الإنكار عليه؟ هل يستمر في الإنكار عليه؟ نعم، يخوف بالله، يخوف بالله ولا يستمر على عمل غير صحيح، لأن هذا يجره إلى شر، عاقبته شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أثناء الدرس أبياتا عن القلم وعن العرش وأنها لابن القيم، ففي أي قصيدة هي؟ النونية، في النونية لابن القيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للعامة، هل يجب عليهم أن يتعلموا العقيدة على جهة التفصيل؟ على حسب استطاعتهم تعلمونها ولو على سبيل الإجمال. نعم. وإذا كان عندهم مقدرة تعلمونها على سبيل التفصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مشتغل بالصيد عن طريق الكلاب المعلمة وأحتاجها أحيانا، فهل يجوز لي أن أشتري منها شيئا؟ ما يجوز هذا، لا، نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن السنور، لا يجوز بيعها، ولكن أنت علم لك شيئا منها، علمه أنت على الصيد وخله معك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات الميت وكان شاربه طويلا، فهل يشرع عند تغسيله أن يقص شاربه؟ نعم، ليكون على أحسن صورة، قص شاربه، تقلم أظفاره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص ذهب إلى مكة لأجل زيارة قريب ولم ينوي العمرة، ولكن أثناء تواجده في مكة نواها، فمن أين يحرم؟ من التنعيم،
يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، يعني خارج حدود الحرم ويحرم، خارج حدود الحرم المكي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يسكن في شقة مستأجرة ويريد أن يتملك بيتا، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ إذا كان لا يقدر على شراء مسكن يساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصرف الزكاة لمدرسي تحفيظ القرآن إذا كانوا فقراء؟ إذا أعطيتهم من أجل التعليم هذا لا يجوز، إذا أعطيتهم إياها لفقرهم فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فاتتني صلاة الجماعة في المسجد القريب من البيت، وهناك مساجد أخرى تصلي، هل يجب علي أن أذهب إليها؟ القريب منها، إذا كان قريب منك وباستطاعك الوصول إليه تذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمريض، يقول: هل لكل مريض أن يجمع بين الصلاتين أو هو خاص بمريض دون آخر؟ الذي يشق عليه، الذي يشق عليه كل صلاة في وقتها يحتاج إلى الجمع يباح له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: استعمال فرشاة الأسنان هل هي في السنة كالسواك؟ هي منظفة ولكن السواك أحسن منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: يباح للمرأة التحلي بالذهب، فهل يدخل في ذلك أن تقتني قلما من ذهب لتكتب به؟ لا، ما يجوز، تحلي فقط، أما غير التحلي فلا يجوز له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم هجر المرأة لفراش زوجها إذا كان يسبب مشاكل لها دائما؟ وله عليها حق ولها عليه حق، كل واحد محقوق للآخر، إذا كان في مسايرته يعني طمع في استقامته واعتداله فإنها تعالجه بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يقول: السوم على السوم أو المزايدة، هل هي داخلة في هذا؟ ما دام ينادى عليها بالمزيد فلا مانع، أما إذا انتهى السوم وأراد أن يبيع فلا يقول له: اصبر أنا عندي زود، ما يجوز له هذا، إذا اطمأن صاحب السلعة إلى بيعها فإنك لا تتدخل، أما ما دام ينادي عليها هل من مزيد من يزيد فأنت تسوم مع الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا بدأ المؤذن بالأذان ثم حصل له عارض وقطع الأذان وذهب، هل يشرع لغيره أن يكمله من حيث وقف؟ لا، يبدأ من أول الأذان، لأن الأذان الأول انقطع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر في مجالس الناس الغيبة والنميمة، فهل يشرع لي أن أعتزل الناس كلهم؟ لا
لا لا ما ما هو كل مجالس الناس فيها غيبة ونميمة. التمس المجالس النزيهة، وإذا لم تجد فناصح هؤلاء ترك الغيبة والنميمة، فإذا تركوها فاجلس معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة بين النساء فقط أن تلبس الملابس الضيقة التي تبين أعضاءها؟ لا، ما يجوز لها ذلك، لأنها تكون لهن قدوة، تكون لهن قدوة سيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سؤال أهل العلم عن الغرائب وعما لا يقع من الأمور؟ لا يجوز السؤال عن غير حاجة، إذا مالك حاجة لا تسأل، لا تسأل، مالك حاجة لا تسأل. ففي الحديث أن شر الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: عندما علم زوجي أنني حامل بأنثى فإنه حصل منه ضيق وغضب لذلك، تقول: ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ هذا لا يجوز منه، يرضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى، وربما تكون المرأة خير بكثير من الرجل، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يكره، هذا من فعل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا يجوز هذا، يرضى بما قدر الله له، وربما تكون أنثى صالحة أنها خير من كثير من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن اختلاف الدين يمنع الميراث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. يقول: والدي رجل كافر، هذا سائل من خارج هذه البلاد، والدي رجل كافر وقد أحسن إلي، فهل يجوز لي أن أكتب وصية له؟ وصية له؟ نعم، يوصي بمال الله. وهو مات، الوالد مات؟ لا، ما بعد مات، إذا مات هو الوالد يستفيد من الوصية. أمر الوصية أمر سهل، هذا من الإحسان، يجوز لك تحسن إلى والدك وإن كان كافرا، صاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.